شوف قناة الصوديوم، تتذكروها قناة الصوديوم؟ قناة الصوديوم يا ريسبتور بيتا موجود على القلب. بيتا 1 زين، هذا الجهاز الايش؟ سمباثيتك باراسمباثيتك يا هو موجود يا ريسبتور، كان موجود على القلب باراسمباثيتك. شو نسيتوا؟ ام يا ام ام 1 ام 2 ام 2 ام 2 واضح؟ الباراسمباثيتك ايش كان يسوي للقلب؟ شنو يقلل الهارت ريت؟ اهضم. قلل شنو؟ الكوندكشن صح؟ والسمباثيتك شو يسوي؟ قوي قلنا عليه اللي يركض وراه كسر، شو يسوي للهارت ريت؟ يرفع صح؟ شلون يرفع ويقلله؟ هذا يثبط الصوديوم، وهذا شو يسوي؟ يفتح البوابه، واحد يسد البوابه، طبعا ما راح يسدها مع استراكشن بوتنشال مفهومه، والبوابه ما راح تنفتح في حاله السمباثيتك اللي يشتغل يحفز بيتا، ما راح تنفتح البوابه راح يدخل صوديوم. هذه فكره بسيطه، هنا احنا مو هنا المساله. هاي القناة هسه مفهومة، هي القناة هاي جدارين راسمهم القناة، عندها بابين، باب اسمه M وباب اسمه H. باب اسمه شنو؟ M وباب اسمه H. واحد راح يقول لي زين انت دكتور دخلتنا باب القناة نفسها، يعني شنو هالتعقيد هذا؟ يعني ليش مورطنا هالورطة؟ اقول لك اصبر علي لا تستعجل. باب القناة هذا في حالة، طبعا هنا في حالة يسموها resting أو ready. شنو resting يعني؟ في حالة الراحة لما هي تكون مستعدة للأكشن بوتنشال نفسها، يعني شنو ما صاير أكشن بوتنشال بعدها خليها مستراحة تنتظر يصير أكشن بوتنشال. تتذكرون سالفة 90؟ إيه هاي زين. لما صار عندنا أكشن بوتنشال شو يصير؟ خلينا نقول أكشن بوتنشال شو يصير بيها؟ لازم تنفتح البوابة صح؟ هسا منو غلط البوابة؟ الـ H لو الـ M؟ الـ M عفوا. هسا راح تنفتح هاي البوابة، راح شو يصير الـ M؟ راح تنفتح. الـ H طبعا هي مفتوحة. راح يدخل ايش؟ الصوديوم. راح شو يصير عندنا؟ أكشن بوتنشال. بس إذا تذكرون أنا قلت لكم لما يصير عندنا أكشن potential، هنا خليك تكتب open active. لما يصير عندنا action potential قلت لكم اكو شغله اسمها كان absolute reflectory period، انه ما تقدر تسوي action potential جديد من صاير. ليش؟ هسه فهمتكم ليش. اما قلنا مفتوحه او قلنا مثبطه ما تقبل احد يفتحها. شلون ما تقبل احد يفتحها؟ شايفين الباب الثاني هذا؟ شوفوا ايش راح يصير. هسه الباب هذا الام ما لنا علاقه به، هذه هنا في حاله الاكشن بوتنشال انا احكي، مو في حاله الريستنج. ايش راح يصير لما تتحفز هذه وتخلص شغلها في حاله الاكشن بوتنشال نفسها؟ لما فتحت وخلصت شغلها في حاله الاكشن بوتنشال نفسها لازم تثبط نفسها حتى يجي اكشن بوتنشال ثاني جديد تصير ارثميا. شلون تسوي هالعمل؟ عن طريق الاتش دور والباب الثاني اتش. راح يصير راح يسد القناه، وبالتالي ما راح يسمح ان تدخل ايونات الصوديوم، وبعدين طبعا راح ترجع للحاله الطبيعيه، يرجع الام هو المسؤول ويرجع نفس الشيء ينفتح يخسمح ونفس الحاله تتكرر. واضحه؟ واحد راح يقول لي زين هذا يعني هذا الفيلم كله وهذا القصه كلها يعني شو استفاد انا من عدها؟ في حاله الامل، سامعين مرض اسمه امل؟ مايوكارديال انفاركشن. شنو مايوكارديال انفاركشن؟ موت خلايا القلب، او يعني خلينا نقول دخلت اسكيميا. خلينا نقول اسكيميا دخلت. ياهم من هاي الحالات راح تصير. شو بنعرف نستنتج؟ خلي رقم لكم اياها، 1 2 3. استنتجوا. هاي الريستنج، وهذا في حالة الاكشن بوتنشال بعد التثبيط، وهذا في حالة الاوبن لما يصير اكشن بوتنشال طبيعي عادي اكتف فيه. يا بس السؤال
في أي من هذه الحالات تكون الخلية في حالة المايوكارديال انفاركشن أو الإسكيميا، في حالة الإسكيميا افتقار القلب للدم أو المكان يكون بالقلب ماذا يوصل أكسجين وغذاء. يا الثانية خطأ طبعا هو قرص الثالث. ليش؟ من يعرف ليش؟ نرجع على أكشن بوتنشل حبيبنا العزيز. أنا حاط لكم صورة شوية. نرجع على أكشن بوتنشل. هذه الصورة معبرة تكون. أها. تتذكرون هنا أنا رسمت لكم مضخة؟ قلت لكم شو تسوي؟ تطلع صوديوم. وتدخل بوتاسيوم حتى نرجع في حالة الريستين. هاي المضخة تحتاج شنو حتى تشتغل؟ تحتاج اي تي بي، تحتاج طاقه لانه بدها تشتغل عكس التراكيز. مضخه هسه شغل ماطوره المي بالبيت ما تحتاج كهرباء؟ اكيد تحتاج كهرباء مو صح؟ تحتاج طاقه. فنفس الشيء هنا تحتاج طاقه. زين الخليه من تكون في حاله افتقار للدم هل عندها طاقه؟ لا. يعني راح تقدر تنقل من المرحله الثالثه الى المرحله الاولى؟ وين راح تبقى؟ اها. فاحنا وين راح نستخدم ادويه في حاله الامال؟ المرحله الثالثة اللي هي نستخدم مثل دواء اللايدوكايد اللي يشتغل على المرحلة الثالثة. ليش؟ لأن يحافظ لنا على هاي القنوات، لأنه لو انطينا غير دواء ممكن هو راح يؤدي إلى رخمة وممكن يموت المريض. فهاي الفكرة اللي شفتوها بسيطة، شوف ايش قد انها تطبيق عملي لو فهمتها. مفهوم؟ هاي أكثر راح أشرحها بشكل أكثر أدق بالمحاضرة الجاية، بس هسه انطيتكم كفكرة شاملة. ففهمت شنو المرحلة الثالثة؟ مفهوم؟ فهذه اللي بتكون في حالة الإسكيميا. لهذا هذا الموضوع. في كم مرة المرحلة الثالثة؟ المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى عندنا بوابتين. عندنا بوابتين. M و H. ليش M و H؟ والله أنا ما أعرف. هو شفت بالصورة أحد راح يسألني السؤال طبعاً. اتفقوا عليها. زين؟ عندنا M و H. لماذا؟ الله أعلم. زين. M و H. فال M وال H هذه أول مرة في حالة الريستينج أو الردي بعد ما صار أكشن تنشر. منو السد الباب؟ M. زين لما صار أكشن تنشر يا باب ينفتح لازم. M. ال H ما له علاقة. صار عندنا أكشن تنشر دخل صوديوم بدأ. هسه هاي القناة خلصت شغلها بس لازم شنو؟ لازم تسد الباب. ليش؟ لأن ما معقول راح يستمر الصوديوم بالدخول إلى ما لا نهاية وراح يصير واحد ثاني. لا. شو تسوي يا باب تسده؟ ال H وراها ال H شو بيصير؟ ال M بيسكر عشان ما يفوتش. اثنيناتهم يسكرون بس كل واحد وقت عنده. هذا بداية الأكشن تنشر راح ينفتح. وراها الحالة وراها راح يجي يسكره منه ال H. بس هاي شو وقت؟ هذه في نفسه بعد الأكشن تنشر ده يصير. ليش ده يسكره؟ يمنع استمرارية دخول إيش؟ الصوديوم. يعني تفوت بسكر. شوف يفوت يوصل لحد معين بالملي فولت بالفولتيه وبعدين يسكر. ليش؟ طبعا معقول راح يستطيع توصل الى ما لا نهايه، واكيد راح توصل لحد معين وتوقف صح؟ شلون؟ عن طريق هذا ايش؟ بس هذا شو وقت في نفسه في عمليه الاكشن تنشر هي اللي تصير نفسها. هذا قلنا شو وقت مسؤول في حاله الريستنج اصلا اكشن تنشر ما صار. مفهوم؟ وراها راح شو يصير؟ تخرج ايونات البوتاسيوم، بعدين قلنا تشتغل المضخه وترجع الخليه مره ثانيه الام والاتش. قلت لكم حتى المضخه تشتغل محتاجه عنصر طاقه اي تي بي. واذا المضخه مفتقره للدم خلي بتسكر المضخه، ما لها علاقه. المضخه تخرج صوديوم ترجع العمليه الاولى، ترجع حتى ترجع العمليه اللي ما كانت عليه. واضح؟ فبالتالي ايش راح يصير؟ راح نرجع من 3 الى 1. هاي الحاله الطبيعي. بس لو احنا ما عندنا اي تي بي مركب طاقة، أصلاً طاقة ما توصل للخلية، إيش راح يصير؟ راح يوقف هذا التحول. أي الحالة الثالثة ما راح تتحول إلى الحالة الأولى. دكتور إذا ما في اي تي بي ما بصير لايت أو بصير. إيش ما بصير؟ بصيرش كل المرحلة ما بصير. لا 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 لحظة، شوف أنت من تفتقر الـ اي تي بي الخلايا ما قلب هي في دائماً حالة أكشن بوتنشر مستمرة. خلايا قلب دائماً في حالة إيش؟ أكشن بوتنشر مستمرة. راح تقول لي مو احنا هسه ما عندنا اي تي في، راح يصير اكشن بوتنشال جديد. اقول لك صح، لان الاكشن بوتنشال القديم اصلا ما خلص. فهمت الفكره؟ بضل الصوديوم موجود جوا الخليه. ظل الصوديوم عاص جوا الخليه. واضح؟ ولذلك اصلا الخليه تنتفخ ايضا، يدخل ماء ايضا بها. ليش؟ لان الصوديوم راح يسحب الماء معه وراح يموت الخليه.
واضح؟ وصلت الفكرة؟ فهمتوها؟